امك رجعت. انت مين يا ست؟ انت لمين؟ انا بار. بار مين؟ هو تحجيج ولا ما تقولي لي انت مين؟ انا ام غفران وسعاده، انا شميه زر. تتكلمي صح؟ جاي بعد العمر ده كله عشان اضحك معاكي. تخدمي هنا؟ ايوه الحمد لله على سلامتك. سلامتي. شكل السرايا تغير كتير. يا غفران كبرت، كبرت قوي. ما هم 20 سنة يا حاج. هو انت لسه ما قابلتيهوش؟ لسه، قليل لسه ما رجعش. امال انت رجعتي كيف؟ عساف هو اللي رجعني. جليلة بنت عثمان كبرت برضك بس ما اتغيرتش كتير. تستاهل جليلة ان اقعد العمر ده كله محبوسة عشانها. الست جليلة ما فيش حد في قلبها. ومين دول؟ دول ولاد غفران بيه. ومين فيهم والد عساف الغريب؟ ما فرقتش، هعرف لما اشوفهم. سألتك سؤال وما رديتيش علي. جليلة الغريب تستاهلين عشانها اقعد محبوسة العمر ده كله. انا رديت عليكي يا حاج. رد مايع ما فهمنيش. عساف قال لي ان غفران وفى معاه، وهو وفى معاه ورجعني. وفى كيف؟ جليلة رجعت لعساف ولا عملت ايه؟ ما فهماش. طب لما غفران بيرجع اسألي. انا خاف احكي حاجة يذبحني. لا انا بسألك انتي، على ما يجي غفران. الست جليلة اختارت عساف بي وسابت غفران بي، بس والله خوف على عيالها. أنا هني معاهم من وأنا صغيرة. الست جليلة بتحب غفران بيه قوي وهو كمان بيحبها، بس هي طلعت على عساف الغريب من السجن خربطت كل حاجة. خربطت راس الست جليلة وقلبها كمان. البيت ده يا حاجة كان مليان ضحك وحب قبل طلعت على عساف الغريب من السجن. الست جليلة كانت مخلية حياة غفران بيه جنة، وهو كمان الحاج يتقال عمره ما رفض لها طلب، ولو يطول يفرش لها الأرض تحت رجليها دهب كان عملها. وحمزة بيه وسليم بيه كانهم واحد عنده، بالعكس ده بيعامل ولدها أحسن من ولده وشايله جوا عينيه. البيت ده كان جميل قبل طلعت عساف الغريب، انقلب نار بعدها. كل حاجة بقيت غير. الست جليلة كانها واحدة تانية، وغفران بيه وحمزة بيه وسليم بيه كلهم كان حد طفى نور البيت وخلاها عتمة. بكل كلامك ده وما جاوبتش على سؤالي، جليلة تستاهل؟ تستاهل يا حاج، حتى لو اختارت عساف الغريب في الآخر.
اللي شفته منها مع غفران بطول السنين اللي فاتت تستاهل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.